السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة ان شاء الله انا هكلمك على فايدة عظيمة جدا 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 لجلب محبة الناس بإذن الله. الطريقة دي مجربة وقوية جدا جدا جدا، وهي بإذن الله عبارة عن اسم. هذا الاسم لو انت قرأته على كوب من الماء 4 مرات، ثم بعدها قمت بغسل وجهك او قمت بتلميس الماء في يدك ثم وضعتها على وجهك، بإذن الله سيحبك وسيهابك الناس. ولو كان معاملتك او بتتعامل في التجارة او شغلك اصلا خاص بالتعامل مع الناس، وعايز الله تعالى يلهم او عايز الله تعالى يلقي في وجهك القبول ويلقي في وجهك طاقة او قوة او هالة روحانية تجعل الناس اما بيتعاملوا معاك يحبوك وما بيتعاملوا معاك يتمنوا رضاك، فعليك بهذه الفائدة، وهي نوع من أنواع الرقية. يعني الفائدة دي يا جماعة أو الطريقة دي نوع من أنواع الرقية، وهي من بركات القرآن. وهي بإذن الله إن أنت هتقرأ اسم عظيم من أسماء الله تعالى الحسنى على كوب من الماء، ثم تغسل به وجهك، وشوف بعدها بإذن الله التغير الكبير. التغير هتلاقي تغير كبير جدا، هتلاقي اختلاف كبير أيضا في تعامل الناس معاك. يعني هتلاقي تعامل الناس معاك اتغير. لو الناس كان منظره إليك إن أنت شخص سفيه أو إن أنت شخص وضيع او قليل الشأن، بإذن الله هترى اختلاف وهترى انعكاس او انقلاب في معاملة الناس معاك. هتلاقي الناس بيعاملوك باحترام، وزي ما قلت لك لو انت شخص بتعمل في التجارة، لو انت شخص عايز الناس لما يشوفوك يحبوك، فعليك بهذه الفائدة بإذن الله قوية جدا 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 يا جماعة في الهيبة والقبول. وهذه الطريقة يعني سهلة جدا، وطريقة تطبيقها سهلة جدا، والاسم اللي هنذكره هقول لكم طبعا التفاصيل وايه هو الاسم وطريقة تطبيق الفايدة وكل شيء. بس قبل ما ابدا، اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، لو انت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوة تعلم بالتوفيق. ويلا بينا على طول يا جماعة نبدأ في ذكر التفاصيل والفائدة ان شاء الله. طبعا كل اللي هطلبه منك في الفايدة دي كوب من الماء، زي الكوب ده كده يا جماعة. جيب كوب من الماء او كاسة مليانة ماء. وبعد ما هتجيب الكوب ده، وعلى فكرة الفايدة دي انت ممكن تعملها في اي وقت واي يوم، يعني لا يشترط فيها يوم معين ولا يشترط فيها وقت معين. والاجل الامانة يا جماعة، اي يوم او اي عدد بيحدد في الفوائد اللي احنا بننزلها هذا للافضل وللمجربات والله اعلم، لكن ليس شرطا اساسيا. يعني مثلا قلت لك قول الاسم 67 مرة، طب انت قلته 65 يجوز، يعني عادي. فاهمني يا جماعة؟ الله تعالى يستجيب في اي وقت وباي عدد، هو بيبقى للتجارب والعدد بيبقى لها اسرار. لكن ان اردت ان تزيد او تنقص او ان اردت ان تفعل فائدة لها يوم معين في اي وقت، هذا جائز ويجوز يا جماعة. تمام؟ فهتجيب كاسة المياه وتحملها في يدك، وأول حاجة هتعملها إن شاء الله زي ما قلت لكم هي بتتعمل في لمرة واحدة بس، يعني ما بتكررهاش كذا يوم، هي يوم واحد بس. وبتقرأ آية الكرسي 7 مرات، وبعد ما بتخلص قراءة آية الكرسي 7 مرات كلهم تنفس نفس واحدة فقط في الماء هكذا. ثم بعد ذلك بنيجي لتاني خطوة إن شاء الله، وهي إن أنت بتقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، وبعد ما تخلص 3 مرات بتنفس نفس واحدة أيضا في الماء هكذا. ثم بعد ذلك بنيجي لاخر واهم خطوه في الفايده، وهي ان انت بتقول هذا الاسم العظيم 7 مرات، والاسم هو اسم الله تعالى الرحمن. بتقول يا رحمن 7 مرات، وبعد ما تخلص 7 مرات تنفس نفس واحده ايضا في الماء هكذا. ثم بعد ذلك تقوم بغسل وجهك بالماء، والفايده دي يشترط ان انت تعملها لنفسك، يعني ما ينفعش تعملها لحد تاني، لا هتعملها تعملها لنفسك. فبس كده تكون الفايده خلصت، وطبعا طريقه وشرح الفايده كلها انا كاتبها في صندوق الوصف. كده يكون الفيديو خلص. أسأل الله أن يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.